من واشنطن أرحب بضيفي الآن الذي ينضم إلينا من هناك السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي. تحية لك أستاذ باسم، يعني لعلك استمعت إلى جزء من حوارنا مع مراسلنا في واشنطن، كنا نحاول استعراض يعني هذه التصريحات التي خرجت من أكثر من مكان رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في البنتاغون، من البيت الأبيض، من الخارجية. في معظمها ربما كانت هناك يعني تلميحات إلى رفضها لما حدث في تل السلطان وهذه المجزرة والمجازر التي تلتها أيضا، لكن في نهاية اليوم كما يقولون البيت الأبيض يتحدث عن أن هذا كله لن يؤثر على دعم واشنطن لإسرائيل. كيف يمكن أن نفهم أو نقرأ هذه التصريحات والتأكيد على الدعم المستمر لإسرائيل؟ تحياتي لك أولا. هذا تمام صحيح ما قلت حضرتك، أنه التصريحات التي صدرت عن المسؤولين الأمريكيين في عمومها تتمحور حول نقطة الخلاف الوحيدة بين إدارة بايدن بشكل محدد ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو، وهي إدارة الحرب وليس ما شيء آخر، لا يتعلق لا بحجب الأسلحة ولا يتعلق بالقلق الذي عبرت عنه الإدارة الأمريكية مما يجري في قطاع غزة، لأنه كل ما يجري هو يجري تحت سمع وبصر الإدارة الأمريكية، وهي التي يمكن القول أنها تستخدم أسلوب عاطفي عن القلق، وأنه لا تريد يعني الإيقاع بمزيد من المدنيين نتيجة هذه الحرب، ولكن ما يجري يمكن للإدارة الأمريكية أن توقفه بكل بساطة، ولكنها لا تريد، لأنه يبدو أن إدارة بايدن الآن تبذل أكثر جهد في الحصول على خطة اليوم التالي أكثر من الجهد التي يجب أن يخصص إما لوقف الحرب أو التوصل إلى اتفاق هدنة. لم تفعل شيء لأنها لا تستطيع أن تضغط على إسرائيل لعمل ما تدعي هذه الإدارة، لأنه هي تقول أنها تعارض هذه الإجراءات، ولكن كل يوم يجري حرب، إما جرائم حرب أو حرب إبادة. يعني عندما نتحدث عن 72 شهيد أو أكثر خلال 48 ساعة، وأعتقد أنه الإدارة الأمريكية يعني تتلقى يوميا تقارير مفصلة عما يجري في قطاع غزة وفي إسرائيل وكل المنطقة، وبالتالي كان عليها ألا تكتفي بهذه المشاعر التي يمكن أن يعني أن يشعر بها إنسان قلق على شيء ما وليس على جرائم حرب كالذي يجري في قطاع غزة منذ حوالي يعني 9 شهور أو ربما أقل قليلا. لكن أستاذ باسم، يعني هو فعلا يبدو أنه معظم التصريحات لن تخرج عن نطاق يعني التعبير عن المواساة ويعني التعاطف والمشاعر، بدليل أنه جون كيربي حين سئل عن تأثير هذه العمليات الأخيرة وهذه المجازر الأخيرة على توجه الولايات المتحدة الأمريكية أو سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وجو بايدن شخصيا فيما يتصل بمسألة سحب أسلحة أو تعليق إرسال أسلحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قال إنه ما حدث لن يؤثر على هذا الأمر، لأنه حتى اللحظة على ما يبدو الصورة لدى واشنطن تقول إن العمليات محدودة ولم تذهب ولم تخترق الخطوط الحمراء كما كنا نناقش مع زميلنا رامي جبر منذ قليل. فهل فعلا ما زالت الأمور قبل الخطوط الحمراء لدى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وقال حل لا أحد يعلم ما يعني أين هي الخطوط الحمراء. الخطوط الحمراء التي أعلنها بايدن في لقائه المتلفز هي تحدثت عن أنه وصول القوات الإسرائيلية العسكرية إلى قلب المدن ويعني عمليا إلى داخل حيث يقطن المدنيين. ما يجري الآن هناك في رفح من 3 إلى 4 ألوية عسكرية، يعني حوالي نقل 10 يعني 20 أو يعني عدد 20,000 من العسكريين في داخل
مدينة صغيرة ومكتظة بالسكان. أيضا أنه هناك كان يعني خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة حوالي 1,000,000 فلسطيني أجبروا على النزوح من قطاع من 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 رفح إلى 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 إلى, إلى, إلى ساحل البحر ويتواجدون في العراء. وهذا أيضا تم بناء يعني على تحت سمع الإدارة الأمريكية ولم تفعل شيئا. يعني هذه المسألة يعني شيء من الخيال أو المهم أو المهو أو حتى يعني عمليا يعني ما يمكن أقوله إنه التغاضي عما يجري حقيقة ما يجري من 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 قتل يومي وقتل عشوائي وقتل ربما يعني عندما يحرق الناس وهم أحياء بحجة البحث عن مقاتلين المقاومة الفلسطينية. هذه مسألة واهية ويجب أن أعتقد أن الولايات المتحدة تدرك ذلك ولكنها لا تملك القدرة ولا تملك الإمكانيات لكي تقول لإسرائيل كفى أو توقفي عن هذه المسألة. يعني إذا رجعنا إلى الوراء قليلا وجدنا أن كل محاولات التوصل إلى هدنة كانت تقابل من قبل إسرائيل أو على الأقل نتنياهو بشكل محدد إنه أفشلها بشكل متواصل ولم تستطع الولايات المتحدة ممارسة أي ضغوط على ذلك من باب حتى تجنيب المدنيين الخسائر البشرية المروعة التي تحدث بشكل يومي. هذه مسألة أعتقد أنها من باب النفاق السياسي وعدم الجرأة لدى الإدارة الأمريكية لممارسة ضغوط حقيقية على على حكومة نتنياهو. إذا كنت تضع هذا يعني التصور في باب النفاق السياسي، لم يلفت نظر حضرتك سيد أبو سمية تصريحات جون كيربي أيضا حين تحدث عن أن يعني هناك خطر حقيقي بزيادة عزلة إسرائيل إذا ما استمرت في سياق هذه العمليات؟ يعني الرجل مهتم جدا بأن ألا تحدث أي عزلة دولية لإسرائيل في سياق عمليات العسكرية. كيف تقرأ يعني هذا يعني الإحساس أو هذا التوجه من البيت الأبيض نحو إسرائيل؟ نعم حقيقي يعني أنه كل تصريحات المسؤولين الأمريكيين ابتداء من بايدن وانتهاء بجون كيربي وحتى جيك سيليفان تصب في هذه القضية. يعني هم يسعون إلى الحفاظ على مستقبل إسرائيل ولا يريدون لإسرائيل أن تتورط كثيرا في هذه الحرب مثل ما هو الحال مع المعارضة الإسرائيلية نفسها التي تسعى أو تقول أنها لا تريد المضي في هذه الحرب بدون خطط كما يفعل نتنياهو، وهو ما يؤدي إلى المساس بسمعة إسرائيل وبمستقبلها وبالوضع الدائر حولها. وبهذا يعني عمليا أيضا يجب أن نلتفت له لأنه الإدارة الأمريكية طالما تواصل الحديث بدون فعل هذه مسألة تصب في يعني عمليا التراجع، لأنه الحديث عن مستقبل إسرائيل وعن مصلحة إسرائيل إذا لم يترافق مع إجراءات حقيقية فإنه المسألة ستكون أكثر عرضة لأن تتضرر مصلحة إسرائيل ومستقبلها من خلال ما يجري، لأنه الآن إسرائيل وضعها في 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 المجتمع الدولي بشكل عام يعني يتضرر أكثر فأكثر كلما كان هناك هجوم إسرائيلي عسكري تقوم به على المدنيين الفلسطينيين. وهذه المسألة إذا لم تبادر الولايات المتحدة بصفتها الزعيم الأكبر في هذا العالم إلى وقفها أو على الأقل تقليل من خطورتها فإنه مستقبل إسرائيل في خطر كلما حصل ما قلنا عنه. سيد باسم يعني كمراقب ومتابع للشأن الأمريكي وتتابع التصريحات التي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتصل بالحرب والمجزرة في قطاع غزة، كيف تقيم اللغة التي تستخدمها الولايات المتحدة الأمريكية الرسمية مع إسرائيل؟ أحياناً نلمح بعض التشدد في التوجه في بعض القرارات وفي أحيان أخرى
اللين والدعم والمساندة، يعني ما هو تفسيرك لهذه المرونة إنجاز التعبير في تعامل أو اللهجة واللغة التي تستخدمها واشنطن مع تل أبيب؟ أنا أعتقد إنه هذه لغة باهتة وليست واقعية، لأنه الحديث عن إنه الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة تدرس يعني إذا ما كانت إسرائيل وصلت إلى الخط الأحمر، أو إنه يعني تريد المزيد من المعلومات عما يجري في رفح، وهناك حرب، وبالتالي لا تريد إلى يعني لا تحتاج إلى يعني عمليا تقارير أكثر وضوحا مما يجري. يمكن أن تشاهد ما يجري عمليا على شاشات التلفزة، من أنه هناك حالة حرب، وبالتالي المسألة باهتة لا تعني شيء. التصريحات كلها كما قلت يعني إما تتركز حول نقطة خلاف أو حتى نقطة اتفاق، لأنه الإدارة الأمريكية اتفقت مع حكومة نتنياهو على تقويض حركة حماس بأي سبل، وبالتالي كانت دائما تواصل الدعم هذه الحكومة سواء من خلال الأسلحة والمعدات والطائرات أو القنابل، ومن خلال الغطاء السياسي، ومن خلال يعني الدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية، وبما أيضا ما كانت تقوم به استخدام الفيتو في 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 إدانة إسرائيل. وبالتالي المعارضات الأمريكية إذا ما صح التعبير عن إنه إسرائيل مش يعني ذهبت إلى أبعد ما كان متفق عليه أو ما كان يمكن أن يكون، هي مسألة يعني ليست حقيقة أو ليست واقعية حسب ما أعتقد. سيد أبو سمية، الولايات المتحدة الأمريكية تعيش عاما انتخابيا، ويوصف بأنه عام انتخابي ليس سهلا بل هو صعب في واقع الأمر. هل يمكن بأي درجة من الدرجات أن نربط بين هذا الواقع المعيش في الانتخابات الأمريكية وبين توجه الولايات المتحدة الأمريكية ومرشحي الانتخابات تجاه ما يحدث في قطاع غزة؟ ما هو التأثير المتبادل بين العملية الانتخابية وتوجه الفعل للولايات المتحدة الأمريكية بسياساتها، يعني انعكاسا على الأوضاع في قطاع غزة؟ واضح تماما أنه كلا الحزبين وكلا سواء الرئيس بايدن الرئيس الحالي أو المرشح للانتخابات 2004 يعني عمليا كلاهما يتفقان من حيث المبدأ على دعم إسرائيل وعدم التفريط بمصالحها ومواصلة تقديم ما تحتاجه من دعم سواء مادي أو عسكري أو سياسي، وبالتالي لن تتراجع هذه اللهجة ولن يتراجع هذا المبدأ أي من الرئيسين أو أي من الإدارتين. ولكن ما حدث أن إدارة بايدن تعرضت لخسارة كبيرة من حيث المبدأ في شعبيتها، وأن الرأي العام الآن يعني أدى إلى تآكل شعبية هذه الإدارة، وبالتالي الحديث الآن يجري في الولايات المتحدة عن إنه نسبة كبيرة من يعني الرأي العام وخاصة الشباب لن يبادروا إلى انتخاب بايدن ولا حتى ترامب. وبالتالي المسألة هنا معلقة بمدى دعم الذين يدعمون هذه الإدارات أو هذا المرشحين في انتخابات 2024، إما كان بايدن أو ترامب، ويعني يعتمد على الذين يكنون الدعم أو يعني متحمسون إلى هذا الدعم من حيث، ولكن غالبية يعني عنصر الشباب في الولايات المتحدة لا يلتفتون أو لا يريدون، وأعلنوا صراحة أنهم لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أي من هذين المرشحين في انتخابات 2024، وهذا ما يؤثر سلبا على شعبية بايدن، لأنه ترامب لديه ما يكفي من الشعبية والمؤيدين التي ستكفل له النجاح في تلك الانتخابات. من واشنطن السيد باسم أبو سمية الكاتب والباحث السياسي، أشكر لك أن كنت معنا في القاهرة الإخبارية. شكرا لك.